كمان خلصت زيارة الاستاد. كابتن محمود الخطيب زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل يعني التقى بالوفد ورحب بيهم بالتأكيد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدامكم على الشاشة أهي لقطات خاصة وحصرية من استقبال الكابتن محمود الخطيب للوفد الخاص بالشركة الإيطالية ووفد الاتحاد الإفريقي هذه البطولة. وفد رفيع المستوى من النادي الأهلي، من الشركة الإيطالية، من الفيفا، من الكاف، عدد كبير. الكابتن محمود الخطيب حريص ان هو يرحب بكل واحد من افراد الوفد اللي موجود في النادي الاهلي. كمان متواجد دكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. طيب الكلام هيكون على ايه؟ الكلام هيكون على كذا جانب. اولا في جانب اداري مهم جدا، وهيكون يعني الكلام على التحضير للبطوله. في جانب طبي مهم جدا، عشان كده الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره والمسؤول عن الموضوع اللجان الطبيه في النادي الاهلي حاضر في هذا الاجتماع عشان الجوانب الطبيه. الكابتن سمير عدل طبعا المدير الاداري للفريق الاول موجود عشان الجوانب الاداريه الخاصه بالفريق الاول. وفد الكاف شايفين طبعا عدد من المسؤولين، الاستاذ خالد نصار، الاستاذ احمد سالم، عدد من المسؤولين في الاتحاد الافريقي طبعا عشان يتكلموا بقى على النواحي التنظيميه والامور الخاصه بتوقيت المباريات، ترتيب المباريات. والاجتماع ده على فكره بيشمل جانبين. جانب مسؤولي الاهلي اكيد عايزين يسالوا لائحه البطوله، ايه الحقوق اللي ليا؟ ايه الواجبات اللي عليا؟ ايه المتاح ليا في هذه البطوله كنواحي تسويقيه؟ لان انا بلعب في دوري ابطال افريقيا بيبقى ليا الادوار التمهيديه، حق الرعايه والاعلانات كلها ملك النادي، حتى البث الفضائي ملك النادي. لما بنتقل لمرحله الجروب ستيج دور المجموعات من دور ال 16 بيبقى الحقوق التسويقيه للاتحاد الافريقي. اه بيديني فرصه ان انا اعمل اعلان على التي شيرت، ولكن في اتفاقيات او في لوائح في هذه الجزئيه. ولكن الدوري الافريقي الممتاز اكيد هيكون ليه جوانب ثانيه، اللي هيتم فيه ده اكيد هنعرفه من خلال هذا الاجتماع. جوائز البطولة، قلت لحضراتكم لوائح البطولة، الواجبات، الحقوق، التذاكر، قائمة كل فريق في البطولة. أنا دلوقتي عندي قائمة إفريقية فيها 40 لاعب، القائمة المحلية فيها 30 لاعب. طب قائمة الفريق في الدوري الأفريقي الممتاز هتكون كام لاعب؟ هل هتبقى زي القائمة الإفريقية ولا هتبقى زي القائمة المحلية؟ هل هيجبرني إن أنا أشارك باللي موجودين في القائمة الإفريقية فقط، ولا ممكن يدي مساحه للانديه ان هو يجيب لعيبه معينه اثناء البطوله بس؟ على فكره كل دي تساؤلات اكيد الانديه الثمانيه بيتكلموا عليها، الاهلي، الترجي، الوداد، سان داونز، مازيمبي، سيمبا، انيمبا، بيترو اتلتيكو، ثمان انديه كلهم بالتاكيد عايزين يعرفوا كل التفاصيل. انا هشارك في البطوله، طيب الانتقالات، السفر، الاقامه بتبقى على مين؟ هل عليا انا كنادي زي ما بيحصل في دوري ابطال افريقيا ولا على الشركه المنظمه؟ مجرد المشاركه، الحافز المادي كام؟ الوصول للسيمي فاينل هاخد كام؟ وصلت الفاينل هاخد جايزه او مكافاه كام؟ عارفين كل الارقام وكل التفاصيل وكل اللوائح ناس كلها بتسال عليها عشان تعرفها. واكيد من خلال هذا الاجتماع هيكون في رد كبير جدا على كل هذه النقاط، سواء اسئله من جانب مسؤول الاهلي او حتى تفاصيل هتعرضها اللجنة المنظمة والشركة الإيطالية ووفد الكاف والفيفا.